لنحن اخر قصة حبية وقررت تفضل في رفع ايديه الاثنين الاثنين اللي حابب النبي يقول ايه ولا مشاء اذكر ربك واحمده مفيش حد نقلده اذكر ربك واحمده يا وديع مش اي حد يزيح اسمع بقى يا وديع مش اي حد يزيح هالطايب هتسمعها ونعلمك الاذاعه هالطايب هتسمعها ونعلمك الاذاعه يا عيال يا ولاد انت بتشك في قدرات ملاكي بتشك في قدرات ملاكي بقول لك كسر وانا هحاسبك الحاج ده بيسمعك يا